يعطيكم العافية كيفكم شو الأخبار اليوم إن شاء الله رح نبلش بأول درس بالوحدة الأولى اللي هو درس اسمه الفترات شو يعني الفترات أول إشي طب شو عن شو بحكي الدرس طب في عندي هون كلمة مكتوبة جملة حكي لي سرد العناصر والصفة المميزة طب شو يعني سرد العناصر يعني أنا أحكي الأرقام عادي 1 2 3 مثلا أحمر أخضر أصفر ألوان كيف يعني سرد العناصر شو أنا بحكي بكتبه حكيت لك الاعداد الزوجيه مثلا لعشرة شو هم؟ 2 أربعة، ستة، 8 10 هي نسرت له العناصر حكيت له اياهم اوكي؟ طب شو يعني الصفه المميزه؟ يعني هاي المجموعه او هاي الفتره شو صفتها؟ اعداد فرديه اعداد زوجيه لقدام طيب هل هاي الاعداد محصوره مثلا بين الصفر والخمسه؟ هاي حكيت لك مثلا فترتها من وين لوين؟ طب هل انا حكيت لك مثلا من خمسه لما لا نهايه؟ طب عادي لو بلشت قبل الخمسه؟ ما بصير يعني انا بدي اسكرها عند الخمسه طب كيف يعني اسكرها طب لو بلشت من تحت الخمسه عادي اه يعني افتحها طب شو يعني افتحها هسه هاد كله بالشرح ان شاء الله بنفهمه الموضوع كثير سهل ممكن يكون طويل شوي بس الامور عادي بتمشي سهله طيب نبلش ننزل شو بيحكي لنا المجموعه شو يعني كبر خطنا شوي تجمع اشياء متمايزه تحمل صفه مشتركه يسمى كل الأشي، كل شيء عنصر، يعني انا عندي مجموعه مثلا انا بدي احكي الوان قوس قزح، اوكي؟ انا مش حفظتهم كلهم بس بعرف انه في احمر اصفر ازرق في نهدي في. ان شاء الله انهم تكون صح خلص نعمل سكيب عن الوان قوس قزح لاني مش متذكرتهم كلهم، عدد ايام الاسبوع من السبت لمين؟ الجمعه. شو هم سبعة سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة أوكي أوكي طيب هي أنا حكيت لك المجموعة شو المجموعة عدد أيام الأسبوع وشو هم أيام الأسبوع يوم الأحد هو عنصر في هاي المجموعة يوم الثلاثاء هو عنصر في هاي المجموعة إذا أنا بحكي المجموعة الأشياء اللي جواتها بيكون اسمها عناصر متفقين متفقين طيب يمكن أن تكون حرف عدد جملة أي شيء المهم إنه أنا طالما مجموعة ومسكر عليهم سو أي شيء جواتهم هو عنصر ماشي بتستعمل الاحرف الكبيرة لتسمية المجموعات عادي انا اسمي رهف اوكي؟ بس لو بدي اكتب اسمي بالانجليزي بعد اول حرف بحطه ار يعني حيعرفوا انه رهف طب في رهف وفي رغد وفي رحمة وفي كل شيء عادي انت حر اي حرف بدك اياه انت خده المهم انه سميلي المجموعة ما تتركني المجموعة فاضية كيف يعني؟ يعني انا اسمي رهف اوكي؟ لو اسمي مش رهف شو حتناديني ولا اشي طب كيف بضبط تضلك ولا شيء؟ لا، سو أنا كل شيء بدي أعطيه اسم، عشان أعرف أحكي معه وأتعامل وأجاوب. طيب، إذا كان أي عنصر من عناصر المجموعة أي كابيتال، فإننا نقول أن أي ينتمي اسمه إيه ينتمي لأي كابيتال. إيه لتحت بنحكي. وإذا ما كان لا ينتمي بنحكي أنه لا ينتمي. هاد كله بس بدي أفهموه؟ هسا وإحنا بنحل. طيب، شو يعني سرد العناصر؟ يعني أنا بكتب لك المجموعة، شو العناصر اللي جواتها بإطار مجموعة. طيب خليني اخذك على صفحة ثانية اعطيك كل هاي الشغلات هيك خفيفة يلا طيب شو بيحكي لي؟ أول إشي في عندي إشي اسمه مفتوحة ومسكرة، شو يعني؟ يعني أنا إذا حكيت لك بدي الأعداد من خمسة لما لا نهاية ممنوع ولا عدد أقل من الخمسة يعني شو؟ يعني الخمسة ممنوع إشي تحتيها هيك يعني مغلقة يعني ما في مجال لاي شيء ثاني انه يجي طب الما نهايه الما نهايه مستحيل تكون مغلقه عشان هيك بحكي لها شو مفتوحه ممكن نحس انه بكير يمس على هذا الحكي لانه لسه احنا ما بلشنا صح صح في بس عادي خليه يكون عندي كل المعلومات بعدين ادخل على الدرس وانا تمام طيب هي وحده اثنين كيف انا بدي اذكر له المجموعه بعطيه اسم المجموعه مثلا ايه بدي اعطيه آه الايام بس بدي اخذ اختصارهم بالانجليزي انه سانداي بدي اخذ اس مندي بدي اخذ ام وهكذا حكينا عنا سندي موندي، تيوزدي وينزدي ثيرزدي بدي أخد حرفين علشان هاي فرايدي إيش كمان ساتردي تمام هسا هاد رمز المجموعة يا إما إذا بتعرف ترسمه هيك أرسمه يا إذا ما بتعرف ترسمه هيك خلص ما بيهمنيش الرسمة بيهمني إنك قادر تميز بين رمز المجموعة وبين رمز الفترة أوكي ارسم اي ش اي رسمه بتطلع معك للمجموعه، بدك ترسم هيك اه بدك ترسم هيك مش عارف قاعد بتسويها هيك ما عنديش مشكله. اي شيء ارسمه هو صح ولكن ولكن اصحك تعمل لي رمز المجموعه هيك، هاي رمز فتره، اوكي؟ احنا رمز المجموعه هاد 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 اللي بدك اياه. هاي اسم المجموعه، هيك انا بحكي له الصفه المميزه، اوكي؟ هدول شو اسمهم؟ عناصر المجموعه. تمام تمام. باجي احكي لك والله هل يوم الأحد ينتمي إلى إيه؟ للمجموعة إيه؟ آه يوم الأحد ينتمي إلى إيه؟ هاي يعني ينتمي طب لو بدي أحكي لا ينتمي نفس ينتمي بس بحط عليها شحطة كيف يساوي ولا يساوي؟ مو إحنا عنا يساوي ولا يساوي نفس الإشي ينتمي ولا ينتمي ينتمي هي زي كأنها حرف إيه بس ما بكتبه هيك بكتبه هيك تمام؟ متفقين؟ متفقين يلا نروح هنشوف معلش يلا ننزل طب عادي نأخذ لنا سؤال طبعا وعبر عن كل من المجموعات الآتية مستعملا طريقة سرد العناصر والصفة المميزة شو يعني طريقة سرد العناصر؟ أحكي له شو أنا عندي طيب شو أول وحدة؟ بيحكي لك أنا هخلي عيني على الكتاب وأنتوا خلي عينكم على الكتاب عشان إنه الأسئلة مش قدامكم، طيب مجموعة الأعداد الكلية، أول إشي مس قبل ما أنا أجي أجاوب شو هم الأعداد الكلية؟ جميع الأعداد الموجبة مع الصفر كل الأعداد من صفر لما لا نهاية موجبة فقط الموجبة زائد الصفر متفقين متفقين طيب ايش ايش بده واحد؟ مجموعة الأعداد الكلية التي تقل عن 12 تمام الأعداد الكلية رمزها دبليو هاي فتحت لها مجموعة الأعداد الكلية اللي مالها تقل عن 12 بدك تعطيني رمزها ار أنا ما عندي مشكلة بدك تعطيني رمزها أي أنا ما عندي مشكلة أس ما عندي مشكلة أعطيني الفترة صح المجموعة صح تقل عن 12 مع ال 12 حكى لي ما حكى لي مع ال 12 حكى لي بس اقل من ال 12 لو حكى لي التي تقل عن ال 12 و او تساوي 12 باخذ 12 وبنزل بس ما حكى لي تساوي فانا باخذ 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 وبسكر خلصت ما بسكر فتره بسكر مجموعه تمام تمام هاي شو سرد العناصر طيب الصفة المميزة كيف بتكون؟ باجي بحكي له W اللي هي اسم الفترة أو اسم المجموعة اللي أنا فتحتها يسام إكس بحيث أن إكس تنتمي لكذا شو إكس بحيث أن إكس تنتمي لكذا؟ مجموعة القيم اللي أنا أعطيتك إياها يعني. طب مثلا بديش أحكي X بدي أحكي Y عادي بس بديش أحكي إكس بدي أحكي A عادي تمام؟ اكس بحيث ان اكس تنتمي لمين؟ مين انا مين بدي؟ انا حكيت لك مثلا بدي العناصر اللي تنتمي الى ال 12، لا انا حكيت لك بدي العناصر مالها اللي اقل من ال 12 صح؟ صح، في عندك اي شرط يا اه، شو هو؟ انه مش العناصر اللي اقل من ال 12 واي عدد، لا، انا بدي الاعداد اللي تنتمي الى الاعداد الكليه بحيث ان اكس تنتمي الى الاعداد الكليه كمان مره x بحيث أن x أقل من الـ 12 ليش؟ هاي أنت اللي طلبتها مني الطلب بالسؤال أوكي بحيث أن x أنت من هو يحدد لي وين تكون طب كمان واحدة عشان نفهمها أكثر يلا شو الثانية؟ مجموعة مضاعفات العدد خمسة التي تقل عن أو تساوي خمسة وعشرين إذن خمسة داخلة طيب ناخذ مثلا ايه تساوي مجموعة مضاعفات العدد خمسة التي تقل عن أو تساوي خمسة وعشرين، يعني شو في بجدول الخمسة؟ هاي خمسة وعشرين لأنه حكى لي خذيها، عشرين لأنه أنا بجدول الخمسة، آه خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة في اثنين عشرة، صح؟ وإيش كمان مجموعة مضاعفات العدد خمسة التي تقل عن أو تساوي خمسة وعشرين هاي خمسة، هاي شو؟ سرد العناصر. طيب الصفة المميزة كيف بتكون؟ يلا بفتح مجموعة بحكي له x بحيث ان إكس شو الشرط؟ تقل او تساوي 25 اقل من او تساوي 25 شو الشرط؟ انها تكون من مضاعفات الخمسة طب شو كيف بدي له انا من مضاعفات الخمسة؟ كيف هاي؟ شوف في عندي هون ترك صغير بس شايف هاي هاي اصبحت الشرط كيف يعني يمس يعني اكس بحيث ان اكس تساوي خمسة اي مين ايه اي عدد خمسة ار اوكي خمسة سي اوكي ما عندي مش مشكلة طب شو الشرط بحيث ان اكس اقل من او تساوي خمسة وعشرين شفتوا كيف يعني انا كل مرة بدي اتكيف مع السؤال كيف بدي اتكيف ممكن الشرط يكون طلب ممكن الطلب يكون شرط سو انا بدي اتكيف مع السؤال شو بده طيب كمان وحده علشان نفهم اكثر يا مس لسه لحد هسه حاسين انه احنا شوي معجوقين طيب كمان وحده ننزل اوكي بيحكي لي مجموعة حل المعادلة 2x ناقص 8 تساوي صفر ممنوع كتابة مجموعة قبل شو حلها كيف يعني يعني هاي شو المجموعه اللي بدك تكتب لي اياها منها ما بتعرف طب مس كيف بدي احلها احنا متعودين من تامين نحل هيك مسائل 2 اكس ناقص 8 تساوي صفر اول اشي بخلص من البعيد اذا كان جمع عكسه طرح اذا كان طرح عكسه جمع زائد 8 زائد 8 راحوا 2 اكس تساوي 8 على 2 على اثنين، ليش؟ لانه ملزق، والملزق بخلص منه بالقسوة. راحت هاي معها إذا إكس تساوي أربعة. طيب، ماشي أخذت إكس تساوي أربعة، شو العناصر؟ أربعة. أنا بدي لك المجموعة ما فيها غير أربعة. طيب شو الشرط؟ ما عنديش ولا أي شرط. غير إنه هاي المعادلة حلها هو أربعة. كيف 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 بدي أحكي له الصفة؟ بحكي له إكس بحيث إن إكس. شو شرطها؟ 2 اكس ناقص 8 تساوي صفر، طيب اكس طب بس انا كيف بدي اكتبها اكس هاي لحالها يعني شو بدي احط الشرط؟ كل اكس تساوي 4 مش ضابطة شايف هاي؟ بطلت اكس شو صارت؟ 2 اكس 2 اكس ناقص 8 تساوي صفر سكر المجموعة هاي الصفة هاد العنصر اللي راح يحقق لي هاي المجموعة تمام تمام بس ما انسى اسمها اوكي برضو انا بتكيف مع السؤال طيب ناخذ اتحقق من فهمي يلا يعني مجموعة الأعداد الكلية التي تقل عن أو عن ثمانية صفحة جديدة علشان نكون فاهمين أكثر مجموعة الأعداد الكلية التي تقل عن ثمانية واحد الأعداد الكلية التي تقل عن ثمانية نعطيها رمز مثلاً W شو من الاعداد الكليه اللي اقل من 8 بدي اعطيه سرد العناصر انا هسه الاعداد الكليه 7 6 5 4 3 2 1 0 شكرا طيب شو كمان عندنا آه بعدين بدي اعطيه صفه مميزه شو حطاني شرط تقل عن 8 اعداد كليه يعني دبليو تساوي مثلا اكس بحيث ان اكس شو شرطها شو شرطها؟ انه الاعداد الكلية تكون اقل من او تساوي 8 تمام تمام طيب طيب هذا الطلب شو الشرط؟ انه الاعداد تنتمي لمين؟ للدبليو مين, مين الدبليو؟ الاعداد الكلية طيب هاي واحد اثنين اثنين مجموعة مضاعفات العدد ثلاث التي تقل عن 18، لما يحكي لي مضاعفات، يعني أنا بجدول، لما يحكي لي عوامل، يعني أنا بدي أفكفك الرقم، تمام؟ يعني لما يحكي لي مثلاً مضاعفات الأربعة، بروح أربعة في واحد، أربعة في اثنين، أربعة في ثلاث وهكذا، لما يحكي لي عوامل العدد أربعة بصير أفكفك الأربعة، شو في أربعة. أعداد بضربها بتعطيني أربعة؟ دقيقة، وهيك بصير أفكر يعني. يلا. طيب. اعطيه اول إشي سرد العناصر مضاعفات العدد 3 التي تقل عن 18 3 في 1 3 3 في 2 6 3 في 3 9 3 في 4 12 3 في 5 15 حكى لي تساوي 18 لا اذا سكرت لو حكى لي تساوي 18 كان ضميتها متفقين متفقين لاحظ انه هسه بسرد العناصر اكس بطلت اكس وحده صارت اكس مضروبه بكم ب 3 ليه؟ لأنه هو حكى لي مضاعفات، يعني صارت مثلاً 3K. طيب شو الشرط أو شو الطلب؟ إنه إكس مالها شو حكى لي؟ تقل عن 18، تقل عن 18. قبل شوي كانت أقل من أو يساوي. أنا بدي أتكيف مع السؤال شو بده. تمام؟ تمام. طيب ناخذ رقم 3 يا شو رقم 3؟ مجموعة حل المعادلة. خلينا متفقين لما يكون في معادلة بحطها هي بمكان الصفة. ما بحكي اكس تمثل بحيث ان اكس تنتمي كذا لا خلص اكس هي هاي الفتره او هاي المعادله بس ممنوع اجي احكي له عناصر قبل شو قبل ما احل المعادله دائما بخلص من الجمع والطرح زائد 2 زائد 2 راحوا 3 اكس تساوي 2 الملزق بخلص منه كيف بالضرب على 3 على 3 اكس تساوي 2 على 3 طب ما عندي غيرها، مثلا إكس، شو 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 العناصر الموجودة عندي عفوا؟ 2 على 3. طب شو الصفة؟ يلا اوكي ما عندنا مشكلة. إس تساوي يلا إكس بحيث إن إكس مين هي؟ ما عنديش إكس لحالها، عندي معادلة. لما يكون عندي معادلة بكتبها هي. صارت 3 إكس ناقص 2، الشرط إنها تساوي صفر، شكرا. تمام؟ تمام. اذا يا اما بيكون ما اقل من او يساوي بدي اكون دقيق اذا حكى لي اعداد كليه بدها تكون كل الاعداد الموجبه مع الصفر إيه بدي انتبه متى بدي احط الشرط متى بدي احط الطلب اذا عندي معادله بحطها زي ما هي ممنوع احل المعادله او اكتب سرد العناصر قبل ما انا احل المعادله تمام تمام ننزل يحكي لي يوجد عده انواع للمجموعات اوكي عندنا مجموعه خاليه ما فيها ولا رمز شو يعني عم باجي احكي لك والله عندي الاعداد من سالب 5 لسالب 10 كم عدد موجب؟ ما في ما انت بتحكي لي من سالب 5 لسالب 10 سالب 6 7 8 9 ما في اعداد موجبه سو هاي مجموعه خاليه الجواب اما فاي تمام سو الجواب اما بحكي له انه فاي او بحكي له مجموعه هيك فاضيه ما فيها شيء لانه ما عندي جواب طب مجموعه مفرده لما اجي احكي لك مثلا عفوا لما اجي احكي لك مثلا دن 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 عندي الاعداد من صفر لثلاث من واحد لثلاث كم عدد موجب عندي؟ عدد زوجي عفوا عدد واحد اللي هو اثنين اذا من واحد لثلاث كم عدد زوجي؟ عدد واحد اللي هو اثنين يعني بالمجموعه ما عندي غير اثنين اذا هاي مجموعه مفرده لحالها تمام؟ طيب مجموعة منتهية شو يعني؟ يعني أنا أجي أحكي لك مثلا عدد محدد من العناصر، يعني أجي أحكي لك أعطيني العناصر من صفر لـ 10، أحكي لي صفر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، خلصت. أنا حكيت لك وين توقف، صح؟ لما أجي أحكي لك أعطيني جميع الأعداد الموجبة من الصفر لما لا نهاية، طب أنت وين بدك توقف لما لك صفر 1، وين بدك توقف؟ ما بتعرف. إذا هاي غير منتهية، لما أحدد لك وين توقف هاي منتهية، إذا أنا ما حددت لك وين توقف هاي غير منتهية. تمام تمام حلوين كثير المجموعات والشغل كثير حلو في المجموعات يلا اكتب كل مجموعة مما يأتي بطريقة سرد العناصر ثم احدد ما اذا كانت خالية او مفردة او منتهية او غير منتهية هاي الصفة المميزة سرد العناصر اني افكفكها تمام اوكي اكس نعمل حالنا مش شايفين الحكي هذا يلا اكس بحيث ان اكس اكبر من السالب 3 فاكس تنتمي لزد مين زد الاعداد الصحيحة يال. اكبر من سالب ثلاث أه... سالب اثنين سالب واحد صفر واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة كثير اعداد عندي اكبر من سالب ثلاث وما حدد وين اوقف ما حكي لي مثلا أكل سالب ثلاث لخمسة يعني هاي منتهية ولا غير منتهية غير منتهية واضح صح يعني ننزل على واحدة ثانية x بحيث ان x تساوي 2 k زائد 1 k تنتمي الى زد طيب تنتمي الى زد اول شيء بحل المعادله 2 k زائد 1 تساوي 0 ناقص 1 ناقص 1 راحوا 2 k تساوي سالب 1 على 2 على 2 سو so k تساوي كم سالب نص اه طيب كي تنتمي الى زد زد هي الاعداد الحق الصحيحه صحيحة يعني صحيحة موجبة وصحيحة سالبة. يعني كل الأعداد. طب أنت شو بدك أحكي لك؟ سالب واحد وسالب نص وسالب ولا بدك أحكي لك واحد اثنين ثلاث؟ أنت مش محدد لي. أنت مش محدد لي أنا وين أوقف، سو هاي غير منتهية. تمام؟ تمام. طيب كمان واحده 3 إكس ناقص 12 تساوي صفر. خلينا نحلها. يلا. زائد 12 زائد 12 راحوا. 3 إكس تساوي 12 على 3 على 3 إكس تساوي 4. بدي أضمها بمجموعة مثلا أحكي لها هي اسمها دي أربعة في عندي أي عنصر غير الأربعة؟ في أي جواب طلع معك غير الأربعة؟ لا خالية؟ لا لأنه في مفردة تمام؟ يلا شو بيحكي لي برضه؟ أم أه ني ني. إكس بحيث أن إكس تساوي ثلاث كي كي تنتمي للدبليو الدبليو هي الأعداد الكلية تمام الإكس محصورة بين الصفر والاثنين ثلاث كي يعني الثلاث مضروبه بالكي يعني انا بجدول الثلاث لانه بدي افرض الكي واحد صارت ثلاث في واحد افرض الكي اثنين ثلاث في اثنين هاي شغله ما هي جدول الثلاث اثنين الاعداد الكليه يعني اعداد موجبه تمام بس شو الشرط اكس محصوره بين الصفر والاثنين فش ولا اي شيء بجدول الثلاث الرقم محصور بين الصفر والاثنين حتى ثلاث في واحد ثلاث مش موجود ما فيش عندي جواب اذا المجموعة ايش خاليه بحكي له فاي طيب خلينا ناخذ اتحقق من فهمي يلا ناخذها وين على صفحه جديده يعني شو الاولى ب تساوي اكس بحيث ان اكس مالها اكبر من 10 واكس تنتمي ل W طيب اكس اكبر من 10 W اعداد كليه متفقين عليها اكبر من عشرة 11 12 13 14 بس طيب وين اوقف مش عارف اذا مجموعه ايش غير منتهيه لانه انا ما حكيت لي اوقف مكان معين اذا مجموعه غير منتهيه طيب 2 شو 2 او اكس بحيث ان اكس مالها تساوي 2 كي وكي تنتمي لمين؟ للزد اوكي حلو للاعداد الصحيحة طب اثنين في واحد اثنين في اثنين اثنين في ثلاثة اثنين في اربعة اثنين اربعة ستة ولا كي قصدك انه انا اخذ صحيح سالب لانه انت قصدك هون زد اعداد صحيحة يعني بدك اخذ سالب واحد حتعطيني سالب اثنين ولا اثنين في سالب اثنين سالب اربعة طب انا مش عارف انا شو اسوي مجموعة مالها برضو. غير منتهية لأنه ما حدد لي بصورة واضحة وصريحة أنا وين أوقف. يلا اللي بعده هات أتحقق من فهمي رقم اثنين. ثلاث دي تساوي شو دي؟ إكس حلو بحيث أن نص إكس زائد عشرة شو ماله؟ يساوي صفر. بروح بحل المعادلة على جنب. نص إكس زائد عشرة يساوي صفر ناقص عشرة صارت نص إكس يساوي سالب عشرة لأنه صفر ناقص عشرة سالب عشرة على نص على نص كيف مس هاي والله زنخة شوف تقدر إنك تفكر النص واحد على اتنين فتصير هيك نص إكس تساوي سالب عشرة بدي أخلص من النص بضرب في مقلوبها في اتنين في اتنين صارت إكس تساوي سالب عشرين في غير هاي؟ لا، طب شو العناصر؟ شو هي اسمها؟ دي سالب عشرين، مجموعة ايش؟ مفردة. تمام؟ اوكي، ناخذ رقم أربعة. دي تساوي إكس بحيث أن إكس مالها أقل من الصفر وإكس تنتمي الى W أقل من الصفر وتنتمي الى ال W طب ال W أعداد كلية يعني موجبة يعني شو موجبة طيب شو الأعداد الموجبة اللي أقل من الصفر؟ ما عندي إذا الجواب 5 أو مجموعة فاضية هيك اللي هي مجموعة خالية اسمها طيب اخر واحدة خمسه تي تساوي اكس بحيث ان اكس تساوي كي تربيع اوكي يعني 2 أربعة 6 حسب هو شو عاطيني كي تنتمي للدبليو حلو يعني تنتمي للاعداد الكليه يعني انا بدي اخذ موجبه وشو الشرط الثاني؟ كي أقل من صفر، حلو، أقل من خمسة عفوا آسف، يعني أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر، طيب كي تربيع؟ أربعة تربيع ستة بعدين في عندي ثلاث، ثلاث تربيع تسعة، بعدين عندي اثنين، اثنين تربيع أربعة، بعدين عندي واحد، بعدين عندي صفر، مجموعة منتهية، ليه؟ حكالي الشروط اللي بده إياها، حكالي إنهم يكونوا أقل من خمسة وانهم يكونوا كليه الكليه موجبه لحد الصفر هاي الشرطين تمام مجموعه ايش منتهيه حلو حلو طيب نشوف اللي بعده يلا المتباينات شو بده يفرق هاد ولا اشي غير اني احل كثير حلو والله تعالوا اعطيكم ورا بدون ما نقعد نطلع هون ونحل طيب يلا يا اول اشي بيحكي لك عندي المتباينة 5x ناقص 18 اكبر من 2 تمام تمام شو بيحكي لي؟ حلها اعطيني مجموعة الحل مجموعة الحل يعني قيم x انا متعود اول شيء اخلص من الموجب موجب وسالب قصدي راحوا صارت 5x اكبر من 18 زائد 2 20 الملزق كيف بخلص منه بالقسمة على 5 على 5x اكبر من 4 ايش بدو كمان غير مجموعة الحل؟ استعمال الصفة المميزة، أوكي، بدي أحكي لك إنه اسمها مثلاً إيه؟ إكس بحيث إن إكس مالها تنتمي ولا أكبر ولا إيش؟ هو شو بده أكبر من 12، كم طلعت معي إكس أكبر من 4؟ شكراً لك، بس هيك يا ميس؟ آه شو فرق؟ ما أنا قبل شوي كنت أحل معادلة ولا إشي، كمان وحدة. يلا. يا yeah. شو عاطيني؟ 2 اكس او لا ما بدي انزلكم على تحقق من فهمي مره واحده يلا 3 اكس ناقص 4 اكبر من او تساوي 6 اكس ايش زائد 11 ماشي بدي اودي الخوات عند بعض والارقام عند بعض، كيف بدي اودي الخوات عند بعض؟ بسحب كل وحده عند اختها، بس كل وحده بدها تغير مكانها حغير اشارتها ما حوديها هيك في بلاش طيب كيف يعني يعني بدي اخذ السالب 4 عند ال11 بدي اخذ ال6 عند ال3 صارت 3 اكس اجتها اختها اختها شو اشارتها موجب شو حتصير سالب اكبر من او تساوي عندي 11 اجتها اختها شو حتصير موجب تمام تمام طيب 3 اكس ناقص 6 اكس سالب ثلاثة إكس إشارات مختلفة نطرح الإشارة للأكبر. أكبر من أو تساوي خمسة لأقسم على سالب 3 على سالب 3 انتبه عند الضرب أو القسمة في عدد سالب تقلب الإشارة إشارة المتباينة. عند الضرب شو بصير تقلب إشارة المتباينة تمام؟ تمام شو صار عني؟ راحوا هدول مع بعض صارت اكس اقلب 15 على سالب 3 سالب 5 طب بس وين المجموعة؟ يلا أي تساوي؟ اكس بحيث أن اكس أقل من أو تساوي سالب 5 يعني اللي بيطلع معك خده زي ما هو حط لي اياه بالمجموعة تمام تمام كمان واحدة يلا نروح وين؟ أتحقق من فهمي صفحة 12 أوكي؟ أتحقق من فهمي صفحة 12 يلا أول إشي شو حكي لي السؤال؟ اكتب مجموعة حل، مجموعة حل يعني بدي أوجد قيم اكس بعدين باستعمال الصفة المميزة يعني بدي أحكي له إياها كيف بدي أكتبها أوف أوف يلا 2x زائد 10، إيش مالها؟ أقل من أو تساوي ال 14. طيب، أول إشي متعودين بنخلص من الجمع والطرح، يلا. Yeah. ناقص 10 ناقص 10 راحوا. 2x أقل من أو تساوي 14 ناقص 10، 4. على 2، على 2، إكس أقل من أو تساوي 2. خي أخذت لك إكس. اللي بعديها بدي أعطيك المجموعة. إي تساوي إكس بحيث أن x أقل من أو تساوي الاثنين وشكرا لك بس سهلة ما تحكوا لي صعبة حتى ألطف من أول إشي أخذناه طيب اثنين ثلاثة x زائد 3 مالها أقل من أربعة x ناقص خمسة شو حكينا بدنا نودي الخوات عند بعض ودوني عند أختي هاي هون وودوا هاي إيش هاي ناقص وودوا هاي عند أختها صارت ثلاثة x أربعة إكس موجبة بدها تغير مكانها شو حتصير سالبة سالب خمسة إجتها مين سالب ثلاثة ثلاث ناقص أربعة سالب واحد سالب خمسة ناقص إشارات متشابهة نجمع والإشارة نفسها سالب ثمانية آه يعني هون في رقم واحد على سالب واحد على سالب واحد إكس ثمانية على سالب واحد ثمانية عند الضرب أو القسمة بعدد سالب تقلب إشارة المتباينة طب المجموعة إكس بحيث إن إكس أكبر من ثمانية ويخلف عليكم كنت حغني الأغنية بس أوكي تمام كمان واحد كمان يعني نشوف إيش في عندي إشي جديد المتباينات والفترات كثير حلو الفترات قبل شوي لكم عنهم صح؟ هاد ها طب إحنا بنحل حنحكي عنه علشان هيك مبين زنه هسا إحنا بنحل حيصير كثير لطيف طيب بس ارجع لكم على اتحقق من فهمي اذا بدكم تح... تنقلوه يعني يلا يلا اكتب كل متباينه ومثلها على خط الاعداد هاخد صفحه ليه علشان ما اعجبكم بالكتاب تعالوا عنا اكس جي عنا اكس شو أقل من أو تساوي الثلاث تمام تمام شو بده؟ بده أحكي له الفترة شو رمزها؟ مفتوحة ولا مغلقة إذا متذكرين؟ ليست مجموعة فترة أمثلها على خط الأعداد طيب متذكرين بالأول حكيت لكم تعالوا ناخد لنا صفحة حكيت لكم الفترات يا مفتوحة يا ايش مغلقه المغلقه على خط الاعداد هيك بسكرها مسكره وبالفترات بعملها هيك متى بتكون مسكره اذا كان في عندها يساوي او اذا خلال الجمله حكالي انه حيكون في عندها يساوي المفتوحه على خط الاعداد بتكون مفتوحه مش مضلله بالفترات بتكون قوس يا اكبر يا اصغر او حسب صياغته للسؤال اصحك تكتب هيك انه تكون بدك تعملها مفتوحه بعدين تيجي تسوي هيك انه شو انت بتخيرني بحطوا لكم غلط فانتبهوا عفوا يلا نرجع 3 اكس اقل من اكس اقل من او تساوي 3 3 مسكره ولا مفتوحه مسكره ليه لانه عندها يساوي طيب شو هم الاعداد اللي اقل من الثلاث؟ ما بعرف بس اقل من الثلاث حيكون موجب ولا سالب؟ اثنين واحد صفر سالب واحد سالب سالب لانه انا ما بعرف شو هم وانت حكيت لي اقل الما نهايه مفتوحه ولا مسكره مفتوحه دائما شكرا إلك هاي اعطيتني رمز الفترة. طب اعطيني اياها خط الاعداد يلا بعمل له خط اعداد هي السالب ثلاث وانا بدي اقل منها مغلقه عندي سالب ثلاث صح؟ يعني هيك لوين لما لا نهاية لاني ما بعرف ما حوقف بس طيب واحدة تانية يلا مين هي رقم اثنين اكس اكبر من اقل من اكبر من او تساوي خمسة يلا اكس اكبر من او تساوي خمسة اكبر من هسه من الخمسة مسكرة اكبر منها ما لا نهاية لاني ما بعرف مين اللي اكبر منها صح ما بعرف بس انا عندي هاي خمسة مسكرة لوين لما لا نهايه لاني انا انت ما حكيت لي لوين اوقف بالخمسه كمان واحده اذا بدكم اياها هاي اكتبوها خلوني انزل بالسؤال يلا كتبتوا اذا مفتوحه بحط لها دائره مفتوحه مسكره بسكرها يلا طيب شو كمان عنا؟ اكس اقل من السالب واحد اقل من السالب واحد مين هم سالب ما لا نهايه والما لا نهايه دائما مفتوحه طب السالب واحد مفتوحه ولا مسكره مفتوحه ليه لانه ما عندها يساوي طب كيف كده اسويها على خط الاعداد يلا بعمل له هيك هي سالب واحد مثلا اوكي هي عندي هون صفر مفتوحه لوين لسالب ما لا نهايه وبس طيب كمان واحدة ايش عنا اكس اكبر من ستة اكس اكبر من ستة ما في يساوي حتكون مفتوحة من الجهتين هاي الستة مين اكبر منها ما لا نهاية طب على خط الاعداد هاي الستة مفتوحة لا ما لا نهاية صعبة كثير سهلة كثير طيب يلا اتحقق من فهمي صفحة 15 تمام يا حلوين؟ تمام. أتحقق من فهمي صفحة 15. طبعا أنا مش شايفة لأنه هاي شوي عالية. طلعوا فهمي كيف انكتبت؟ فهمي. أوكي يلا، صفحة 15، أول إشي بيحكي لي اكتب كل متباينة باستعمال رمز الفترة مفتوحة أو مسكرة ثم مثلها على خط الأعداد. أول إشي ناخذ واحد 2 اللي هي ب، 3 اللي هي سي أربعة اللي هي دي دائما الرابعه حدها ناقص مش مشكله إكس أقل من أو تساوي سالب 2 طيب أول إشي بدي أكتب لك الفترة طالما في يساوي يعني مسكرة أقل من السالب 2 طب مين هم اللي أقل من السالب 2 مليان أعداد سالبة ولا موجبة؟ سالبة مفتوحة دائما مفتوحة دائما عند مين؟ عند السالة عند ما لا نهاية. هاي سالب اتنين مسكرة يمين رايحة ولا يسار؟ يسار. اتفقنا، اللي بعده شو التانية؟ اكس أكبر من أو تساوي عشرة. ماشي، مسكرة عند العشرة. شو الأعداد اللي أكبر من العشرة؟ شو بيعرفني؟ مليون عدد. مفتوحة دائما عند ما نهاية. هاي بحط العشرة مسكرة إلى ما لا نهاية موجبة. ما بدك تحط ما لا نهاية عادي اوريدي احنا فاهمين انه انت قصدك ما لا نهاية طيب ثلاثة. اكس اقل من الثمانية كنت حكتب ما لا نهاية ايضا يلا اكس مالها اقل من الثمانية مفتوحة من الجهتين لانه الاقل من الثمانية سالب ما لا نهاية والثمانية ما عندها يساوي طب كيف بدي احطها؟ هي ثمانية مفتوحة لوين؟ لسالب ما لا نهاية آخر اشي اكس أكبر من السالب سبعة مفتوحة عندي السالب سبعة صح؟ أكبر منها أنا طالع يمين ولا نازل اليسار؟ طالع لليمين يعني حأخد سالب ستة سالب خمسة سالب أربعة سالب تلاتة سالب اثنين واحد صفر واحد اثنين ثلاثة يعني أنا رايحة اليمين يمين يعني ما لها نهاية موجبة على خط الأعداد هي سالب سبعة مفتوحة وطالع وبس تخيل إنه الدرس لطيف عن جد لطيف أعيد سريع 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 شو أخذنا اليوم، أول اشي حكينا عن المجموعات بس رد له العناصر حسب هو شو حاكيلي وبكتب له اياها بالصفة المميزة، الصفة المميزة إكس بحيث أن إكس وبعطيه الشرط والطلب أو الشرط لحاله أو الطلب لحاله بدي أنتبه متى فيه يساوي متى ما فيه يساوي بدي أنتبه كمان إنه إذا كان عطيني معادلة بحطها زي ما هي بالصفة إنه إكس بحيث أن بكتب المعادلة وخلاص طيب اثنين ممكن يعطيني هو الصفة وأنا أفكفكها عادي ما عندي مشكلة بعرف أفكفك هذه المجموعات اعطاني اسماء للمجموعات مفرده اذا كان فيها عدد واحد خالية إذا ما كان فيها ولا عدد فاي أو مجموعة فاضية منتهية إذا خلص حدد لي وين أوقف غير منتهية إذا ما حدد لي وين أوقف إذا حكى كل الأعداد الكلية طب أنا من الصفر ما بدي أوقف ما بعرف آخر إشي حكينا عن الفترات الفترات يا مفتوحة يا مسكرة مسكرة إذا في يساوي مفتوحة إذا ما في يساوي يا مسكرة بسكر الدائرة مفتوحة بخليها مفتوحة على خط الأعداد بمثلها بس لطيف صح علينا كثير بس لطيف يعطيكم الف الف عافية بشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله في حال عندكم اي سؤال ما تترددوا انكم تسالوني يعطيكم العافية